اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وفي هذا التواصل الحي من العاصمة الإسماعيلية. دائما مكناس نرحب بجميع مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في اينما كنتم واينما تواجدتم داخل الوطن او خارجه، وهذه المرة في هذا البث المباشر وحول موضوع أو عنوانه الحصيلة الوبائية بجهة فاس مكناس واللي تسجلات بها اليوم، وكما كنلاحظوا انخفاض يعني في العدد ديال الإصابات، تسجلات بها 3 حالات وكان وموزعة على التوالي ما بين مدينة فاس 2 وتازة 1، فيما باقي المدن الحاجب وبولمان وصفرو والباقي المناطق التابعة لولاية أو لجهة فاس مكناس فلم تعرف تسجيل أي حالة مرضية أو حالة إصابة مؤكدة جديدة. فنحمد الله على هذا الحصيلة، كنحمد الله ونشكره. الملتزمة بالله مرحبا بك أختي، الله يكبر بك. سي حميد التازي مرحبا أخي، مرحبا كل مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في والأوفياء ديالنا، كنرحبوا بكم على قولة الله أكبر هنا بالعاصمة الإسماعيلية. يرفع أذان صلاة المغرب من بعد انتهاء الأذان ونكملوا معكم الحصيلة الوبائية دائما على قناتكم قناة شوف تي في. تقبل الله للجميع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يتقبل الجميع الإخوان. كان هذا صلاة أذان منادي ينادي لصلاة المغرب من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. مشاهدينا وتحياتي لكم كاملين، تحياتي لكل الناس اللي كيتابعونا والإخوان اللي وجهوا لنا التحية. فكنا يعني كنستمعوا للأذان ديال صلاة المغرب هنا بالعاصمة الإسماعيلية. فكما قلنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، فجهة فاس مكناس وكل المناطق التابعة لها فتم تسجيل 3 حالات ولله الحمد. أختي اللي قالت لنا لا ما كنقوصوش، حنا بالعكس كنعطيكم الحصيلة الوبائية واللي تم نشرها قبل قليل من عبر موقع وزارة الصحة في إطار تتبع لحالة فيروس كورونا في بلادنا. فاحنا مازال كنعيشوا في ظل جائحة كورونا، وكذلك حتى
الحصيله الوبائيه كتعطى فيها كذلك تتبع لعمليه التلقيح اللي كتشهدها بلادنا طيله هاد المده منذ انطلاقتها ومنذ اعطاء صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله الانطلاقه الفعليه لهذه العمليه التاريخيه. ملتزمة بالله. نعم أختي، لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا في اتجاه الآن في اتجاه برج مولاي عمر، الشارع المؤدي إلى كومباطا وبرج مولاي عمر، أليس كذلك؟ بل هو كذلك. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، دائما انتم معنا على هذا البث المباشر. كان نوصل لكم الصورة من مكناس، من العاصمة الإسماعيلية. اليوم ولله الحمد ما عرفت تسجيل ولا حالة، لا حالة وفاة ولا حالة إصابة. شأنها في ذلك شأن عدد من المدن الأخرى، الحاجب، صفرو، بولمان. فكنتمناو أنه إن شاء الله تستمر الأمور على هذه الوتيرة ونبقاو غاديين على هذا المنوال إن شاء الله حتى نخرجوا ببلادنا سالمين غانمين يا رب من هذه الجائحة، جائحة كورونا. واللي كنقولها دائما، فجائحة كورونا كانت يعني مرحلة وكانت واحد تجربة بحلوها ومرها، لكن سوف نستخلص منها الدروس. فالكل لا الكبير لا الصغير، وصراحة بزاف ديال الحويجات تبدلوا، لا في العادات ديالنا اليومية، لا في التعاملات ديالنا، لا في بزاف ديال الحويج. كورونا عطات واحد الدرس للناس اللي فهموا اللي وعاوا بالواقعة ديال الكورونا. لكن اللي ما غيفهمش راه واخا ما تدوش عليه غير كورونا راه غادي، فهمتيني؟ كاين بعض الناس اللي كيستهنوا بالامور، ما كياخذوش بعين الاعتبار مجموعه ديال الاشياء كتوقع في الحياه. فالحياه كتبقى مدرسه، وكتبقى مدرسه كبيره اللي خاصنا نستخلصوا منها يعني الدروس والعبر، لانه باقي قدامنا الحياه. لذا فالله يرفع علينا الوباء، وكذلك الله يرحم كل الناس اللي توفوا من جراء هذا الفيروس هذا، والناس اللي اداوا الثمن وكانت يعني الضريبه ديال هذا الفيروس هي الحياه ديالهم. الفيروس فتاك، فيروس غدار، وللتذكير فقط مشاهدينا، ففيروس كورونا راه مازال معنا. الناس ما يثقوش انه يعني رحنا صافي قطعنا الواد ونشفوا رجلينا كما كنقولوا. الحمد لله والحمد لله، الامور تسير على ما يرام فيما يخص العمليه ديال التلقيح. شفنا الحملات ديال وزاره الصحه، شفنا كذلك البلاغ الاخير بخصوص يعني لقاح استرازينيكا، وكذلك بعض الضجه اللي كانت اثيرت حول هذا اللقاح. لكن حنا ما كنقلبوش، حنا كنحاربوا كورونا ماشي كنحاربوا اللقاح. خاص الناس تعاب هذه المساله، لانه حنا في شهر مثلا مارس 2020 او ابريل 2020 او ماي 2020، فالكل كان كيتمنى ولو يعني نقطه ضوء واحده، ولو تكون غير كذوب، غير يقول لنا راه لقينا التلقيح. والان ملي ولا عندنا التلقيح نبداو نشكوا في هذه ونشكوا في هذه ونشكوا في هذه. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هذا رايي كنقولوه يعني للعموم، وكيبقى لكم انتم حريه الاختيار، وكتبقى لكم حريه التعبير. فكنتمناو ملتزمه بالله. اختي راكي حافظه، راكي حافظه تبارك الله. ها البلير، ها طوبي 26، زيدي احنا غاديين دابا الملكي بلير، ماشي باش تعرفيني انني ماشي ود مكناس، انا قلت لها بلير هي راه بلير. واخا ها المحكمة الإدارية لالا، احنا معاكم في هذه الجولة على الأقدام، بحال راكم معنا، خصوصا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فتحياتي لكم. والله إلا توحشناكم وتوحشاتكم بلادكم وتوحشوكم الأهل ديالكم وعشيراتكم. دائما متابعي مشاهدي قناة شوف تيفي، فكنرحبوا بكم من جديد معنا في هذا البث المباشر والمخصص للحصيلة الوبائية لجهة فاس مكناس، واللي عرفت تسجيل ثلاث حالات مؤكدة، ثلاثة حالات إصابة مؤكدة. فالله يجنبنا الوباء والله يرفعه لنا في القريب يا رب، بدون تسجيل أي حالة وفاة ولله الحمد. فيما العاصمة الإسماعيلية اللي كنتواجدوا فيها الآن،
فيما العاصمة الإسماعيلية واللي هي اللي كان ينطلق منها هذا البث المباشر وبالضبط من برج مولاي عمر، فاحنا في اتجاه ديالو. فالحمد لله العاصمة الإسماعيلية لم تسجل بها أي حالة، شأنها في ذلك شأن بولمان والحاجب وصفرو. فكنتمنى ان شاء الله تمشي هذه المناطق على هذا المنوال هذا، يا ربي يا ربي في القادم الايام. فمدينه فاس سجلت بها حالتين ومدينه تازة حاله واحده. ما بقاش لنا بزاف، ما بقى لنا انه نقول لكم انه خاص الجميع يحتفظ وياخذ الحيطه والحذر ويحافظ على وضع الكمامه وكذلك المعقم. فالمعقم ضروري الاخوان، انا والله ما كنحيدو من الشكاره بعدا كندوي على راسي شخصيا، لانه ضروري خاصني على الاقل على الاقل ضروري واحد 4 فوا 5 فوا في النهار باش ناخذ تعقيم على حساب الاماكن اللي كنتنقل لها، على حساب الاماكن اللي كنكونوا فيها. مع العلم انه بعض الناس ملي كيشوفوني هذا هي الغريبه، وزعما غنعاود لكم هذه نطلق من نفسي. فكن ملي كنجبد المعقم كنبدا نعقم، ولا كيشوفوني واضع الكمامه النهار كامل كيقول لي وصافي منير بركه عليك، وانت ما خويا واش غتبقى مقابل غير المعقم؟ و كنقول له خويا راه باقا كورونا، راه ما حد الحصيله باقا كتخرج يوميا، وما حد باقي ما كملناش 85% ولا 90% ديال المغاربه خداو التلقيح، فراه كورونا باقي حنا مهددين بها. ما قاد ندخلها على وليداتي، ما قاد ندخلها على والديا، ما قاد نادي بها حتى للناس اللي كيعرفوني والناس اللي كنتواصل معاهم، لانه كتعرفونا حنا الاعلاميين، فراه كنتواصلوا مع الناس بزاف، كيكون عندنا الاتصال بالناس بزاف، فتقدر في نهار واحد كتشوف فيه عدد كبير ديال الناس. فكندير المعقم بالرغم من هادشي كامل، كنوضعوا الكمامه ديالنا كما يجب تجنبا للاسوء. هذا هو اللي كاين مشاهدينا. فلا غادي نقولوا واحد الحاجه، راه كنطلقوا من نفسنا، لان هذا هو المبدا، لان من الوقايه خير من العلاج، والله يحفظ المغاربه اينما كانوا واينما وجدوا. تحياتي لك استاذه. كما كتلاحظوا في العمليه ديال التلقيح، يعني الحمد لله مجموعه ديال المراكز تشتغل بطريقه ديالها الاعتياديه، كيستقبلوا الان الناس في المراكز الناس يعني حسب الفئات العمريه المحدده من طرف وزاره الصحه وكذلك وزاره الداخليه، اللي كنحيوها وكنحيو الاطر ديالها ورجال السلطات المحليه واعوان السلطه اللي كي يعني صراحه، وكذلك رجال الامن الوطني اللي كيامنوا هذه المراكز الصحيه وكيحفظوا النظام داخل هذه المراكز. فالحمد لله، وهذا الشيء ماشي هضره ديالنا حنا، ماشي الكلام ديالنا، هذه اشاده دوليه، لان الحمد لله المغرب الان يصنف يعني في التصنيف يعني من العشر الاوائل في على المستوى العالمي اللي يعني متقدمين في العمليه ديال 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 التلقيح. بامكانياتنا، بالشعب ديالنا، بتواجدنا في افريقيا، فهذا الشيء هو اللي بهر العالم واللي دهشه، هو انه دول في اوروبا كتتغنى يعني كتغنى بالبنيه التحتيه ديالها، كتغنى بالاطباء، بالاطقم ديالها، كتغنى بجامعاتها، فكانت عاجزه امام انها تكمل التلقيح وانها توفر لمواطنيها اللقاح والطريقه التنظيميه. انا كندوي على الجانب التنظيمي المحكم. فالحمد لله على الاطر ديالنا، الحمد لله برجالنا، الحمد لله على مالكنا اللي كيخاف على الصحه ديال المواطنين واللي كيعطي التوجيهات ديالو الصارمه ويعني والساميه باش يتخاد الامر، يعني هذا ما كاينش لعب. فهذه مصلحه الوطن والمواطنين. الله يحفظ بلادنا، والله يحفظ مواطنينا، والله يحفظ الشعب المغربي اينما كان واينما وجد، وكذلك الله يخلي لنا مالكنا، والله يطول في عمره والله ينصره. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، من امام سينما الملكي ببرج مولاي عمر اوجه لكم التحيه وكل التحيه من القلب. الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حتى واحد ما يكعى اخويا، دائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك. الى اللقاء، كان معكم منير من مكناس.